السلام عليكم. وعليكم السلام. ويا الله بشرنا عنك. الحمد لله تمام. انت كيفك؟ الحمد لله. عرف عن نفسك بسطرين تفضل. عبد الرحمن زرزور. ما شاء الله ودعم منعم فيك. مهتم بالفن الهادف بشكل عام وخصوصا بالنشيد وبتمنى ان شاء الله نكون لي بصمه يعني في هذا المجال. جميل باذن الله. طب انا اكشف اشياء. اكشف اكشف. خوك قابلني في مكان وصاني عليك. نعم. قال انتبه له وضبطه وكذا. ايش رايك؟ عاد هاي يمكن يكون قصده انه لكم اللحم ولنا العظم. الله يستر. عاد على شو قصده هو ما بعرف. لا هو يبغى يعني يعني انك تطلع بحله جميله يعني تليق ان شاء الله الحمد لله. انت بالنهايه هي شغلتك يعني. شغلت ايش؟ انا شغلتك انك انت تقابل الناس يعني. وهو عم يوصيك انه ما بعرف شو قصده بس يعني بالنهايه هو بده مصلحه اخوه يعني. طيب توجه له رساله؟ طبعا بتشكره اخي دائما بيساعدني وبيساندني وله افضال كثير علي. الاهل طبعا جميعا. انا موكل فيهم جميعا بس ما ندخل في موضوع الواسطات وكذا ما لها شغل. ما اتوقع انك انت بتقبل واسطات اساسا. طيب الحمد لله ممتاز. اليوم اللي راحت ما كان لك حضور حتى بالانشاد، وين كنت؟ لا كان لي حضور بالانشاد لما يعني تتاح واحده في اليوم. ايه تقريبا واحدة. تقريبا ايه لما تتاح الفرصه المناسبه. واحده ولا اقل؟ لا واحده باليوم. واحده باليوم كانت على الاقل واحده باليوم. ايه لما تتاح الفرصه بأدي اكيد. انا ما راح اطحش. عندنا كلمه بالسوريه انك تطحش انك تدرعم يعني. ايه تطحش الدرعم. ايه بالضبط. طيب انه اخرب على الناس الموجودين وادخل بغير بغير مكاني. بالضبط بالضبط. لما يكون لي في فرصه مناسبه فليش لا. بالعكس احنا جايين لحتى نعرض ما عندنا يعني للناس. طيب لن تصنع الفرص، تنتظر الفرصه تسقط من السماء. لا مو هيك. في فرق انك تصنع الفرصه وانك انك تصنع الفرصه لازم تنتظر الفرصه المناسبه. اذا انت حاولت تصنعها بغير مكانها فانت هيك عم تضيع على حالك شيء قد تكون ضرر بالنسبه لك كثر ما تكون نفع. عاد تدري لجنه التحكيم عندهم نظره يعني ثاقبه وصائبه. كانوا يقولون عبد الرحمن كيف بتقضي او بتقضي الاربع ساعات في الهواء. مزبوط صح. سالوا هذا السؤال كان يعني ما ادري ايش الاحساس اللي جاهم وعرفوا انه نبغى نسال عبد الرحمن تحديدا هالسؤال ما كان موجود. خلينا نشوف المقطع. يارب. ما شاء الله صوت جميل. الله يخليك. أنت الآن مدير عليش. برنامج المنتخب. معليش. أربع ساعات كيف تعبيها؟ جاوبني أول. طيب. أنا أوديك. بالمؤثرة الشباب في مواهبهم والمنافسات. حلو. نعم. علق. هذا التعليق اللي عندي وحتى إلى الآن يعني. إنه. إنه غير إنه أقدم موهبتي. تشجيع الشباب ومؤازرتهم في مواهبهم. هذا اللي عندي يعني. ما شاء الله البرنامج فيه منشدين كم كبير صح؟ اي نعم. انت كم رقمك من بينهم؟ شو قصدك يعني؟ كم تصنف نفسك يعني الافضل؟ لا ما فيني اصنف. لا 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 الاخير؟ لا لا في منشدين رائعين ما فيني اصنف. ندري انهم منشدين رائعين. مين اللي تشوفه اقوى منك اول شيء؟ افضل افضل في اقوى مني بس ما راح اسميه لانه في ناس ممكن تزعل بس في اقوى مني. نعم عادي احنا فتره صراحه. لا لا يعني. صراحه لا بس بالنسبة للشباب ممكن أنا يعني أسبب لهم مشاعر غير جيدة. طيب يا بتجاوب هذا السؤال يا بتجاوب السؤال الثاني. إنه السؤال الثاني أعطيك يعني كخيارات. اللي كم ترتيبك من بين المنشدين الموجودين هنا؟ هذا السؤال الثاني؟ هذا نفس الأول. لا هذاك أسماء هذا بدون أسماء. كم ترتيبي؟ أعتقد إني بالنص. أبغاك تجزم. ما بعرف عددهم ما بقدر هلا ابدا احسب لك اياهم ما بعرف بس انه اعتقد وصلت. انت تخيل الان يعني في ذهنك بدون ما تقول اسماء والله فلان يعني اقوى مني فلان اقوى مني والباقي انا اقوى منهم يعني اذا كانوا يعني انا الثالث. اذا كانوا خمسه انا الثالث مثلا. انت افضل من اثنين وفي اثنين احسن منك. ممكن يعني بس ما بعرف مين هن على فكره ما حددت مين هن الاشخاص. يعني تسلك لي بالاجابه. لا لا ابدا ابدا عمل لك انه في اصوات جميله انا ماني يعني ماني مركز حاليا انه في اسماء معينه. طب نترك لك 30 ثانيه تركز. لا ما راح اقول اسماء. لا تقول اسماء بس عطني ترتيب. طيب شوف هي بالنهايه حتى اكون صريح معك هي بالنهايه مساله اذواق. ذوقك انا ما ابغاك تقول لي ابغى ذوق ذوق انت ما ابغى ذوقك ابغى ذوقك انت. طيب يعني بالنسبه للشيء اللي بالنسبه للشيء اللي بشوفه حلو انا او صوت جميل بالضبط. بالنسبه لرايي انا من المنشدين يعجبني فلان وفلان عادي اعرف زين واقدر اقول اسمائهم بكل ثقه لاني اعرف فلان يرضي ذائقتي. طيب ما الذي يرضي ذائقتك من بينهم؟ في ثلاث خامات هنا في البرنامج متسابقين ثلاث. في ثلاث خامات شايفهم انه كثير مميزين ورائعين. افضل منك؟ قد يكون افضل مني ايه لانه انا ما سمعتهم بشكل هيك يعني خلينا نقول بشكل كافي حتى احكم. والباقي انت احسن منهم؟ لا ما فينا كمان اقول احسن منهم. ما اقول احسن منهم اقول الشيء بيروق لي يعني.
طيب نروح للهاشتاج. روح تفضل. ليش أمنية تقول ليش كذا يا خالد تكسر قلوبهم؟ هم خلقه متوترين. أنا كسرت قلبك؟ لا أبد والله بالعكس. شاف في أحد كسرت قلبه؟ على قلبي مثل العسل. كسرت قلبك؟ كسرت قلبك؟ والله والله ما كسرت قلبي حلف. كسرت قلب أحد؟ ما أدري الجمهور يتخيل. طيب الروقان اليوم في الفقرة بالعكس أنا شوف في ناس هنا تقول هذه سارة تقول الروقان اليوم بالفقرة حاطة أسهم فوق. الحمد لله. أوكي. روابي تقول ما شاء الله تبارك أول واحد يكون واثق من إجاباته. الحمد لله يا رب نكون على قدر التقاط. واثق من إجاباتك. الحمد لله. جيد. طيب. وش تتوقع اليوم مين بيختاره؟ القادة الفنيين، المدراء الفنيين. ما بقول أسماء. ما تتوقع أنت اختاروك منهم اليوم؟ أنا اختاروني امبارح. ممتاز مركز. ممتاز. طيب. سارة تقول خالد حرام عليك ذا واضح انه مسالم وما له بالمشاكل لا تستقعد له. سؤال تاخر كلمه ما سمعت. يعني لا تستقعد له يعني لا عادي خذ راحتك والله ما عندي مشكله. بس انك انت مسالم فعلا؟ انا الحمد لله ما بحب المشاكل. ما بحب المشاكل ما تحب المشاكل. طيب يعطيك العافيه واشكرك جزيل الشكر. الله يسعدك حبيبي. يعطيك العافيه. الله يسعدك. تفضل معنا اخيرا عزام قطيب. وين التنافس؟ ما حفت والله يا عزام. ضرب جزاوي.